امي من وين جايبه هالحلاوه كلها؟ اكيد بس يشوفك رح يطير عقله. يا ريت تخبي وجهنتك لبابا. سكتي انتي. اجا بابا اجا بابا، انا بدي افتح له الباب. اصحكم تحسسوا ابوكم باي شيء، ماشي؟ بابا استناني انا رح افتح لك الباب. يا الله ما بطوله، يا الله ما عم يفتح الباب معي. طول بالك ماما. عثمان، يا روحي كتير كبران، شو صاير رجال؟ كيفك؟ ها؟ نيح. اوه يا ولاد تعوا لهون. ايدك بابا. أنا أول. طيب يلا لشوف. الله يحميك يا حبيبي. طيب وانا ما في لي بوسه؟ استني شوي، لا تكون مثل الختايرة. بوسة ايد اول. بدي بوسة من وشك الحلو وبوسة من هالخد الأحلى. الله يخلي لنا ياك يا رب. ويخلي لي ياكي. نيفين، أهلا وسهلا بابا. أهلين بابا. نزلها، يسلم لي الفهيم. شكرا حبيبي. أهلا وسهلا علي. أهلا فيك جميلة. مشتاق لكم. يلا نط هوب. يلا فوتوا لجوا. تعي دلوعتي. اشتقت لكم كثير. تعوا لشوف. بابا جبت لي اللي وصيتك عليهم. ايه انت بس بدك الهدية؟ عم تدلليني مشان غراضك. هات الشناتي لهون. الشنطة الكبيرة. هات لشوف. والله ما عم صدق. يسلموا ايديك. كيف بيشتغل هاد؟ ما في اسطوانة؟ عجل شكرا. يا هاي بابا جايب لي اسوانة ألفيس جلامبك وفي غيرهم كمان. ايتلز شكرا كتير بابا شكرا. اشتغل. دخيل هالضحكة. لك يسلم لي، هاي هديته بتتهني فيها. شو هاد عثمانو، برافو عليك. ما بدك ترقصي معنا؟ يلا يا حلو. الرئيس سليمان دي ميريل وافق على إنشاء طريق طوله 16 كيلومتر. إليكم الآن أهم البنود التي صرح بها الرئيس سليمان. أولاً اللجنة التي تم اختيارها. تعرفي وصل علي. ها بالله إجا. كيفه علي؟ منيح. ما بيهمك إلا علي وما بتحبي غيره. مو هو ضناي كمان. إيه بس ما بتحبينا مثل ما بتحبيه. خلاص خلاص بلا هالعلاك. حسيته متضايق من شي. مو بده يعمر بيت بالزيتونية، بيكون متضايق من دفع المصاري. لك في حدا بيبني بيت بهديك المنطقة لسه بتوقعه يتضايق أكتر من هيك. وانتي شو بدك بهالحكي؟ ما بتخلوا الواحد يحكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة شوف. طارت خد طارت طارت تعال
شوفوا. إيلين خلص روحي طفيها، مو وقتها هلا حبيبتي. حاضر. مجد تفضل، هي لك. ما رح تفتحها؟ شو عجبتك؟ حلوة كتير. من أحسن الماركات وأغلاها. يسلموا بابا. حطها بإيدك. مبروك عليك نيفين. صح ما طلبتي مني شيء، بس تذكرتك. خذي. ما رح تفتحيها؟ حلو كتير. وقفي لشوفوا عليكي. حلو كتير والله. بجنن. إذا ما حبيتي أنا باخدها. مو حابة تقولي شي لأبوكي؟ ما عجبك؟ عجبني بابا، يسلم. جميلة، هذا لك. حرير طبيعي لبقلك. يسلموا علي، أصلاً هديتنا تكون جنبنا وبس. إن شاء الله. يلا قوموا على الأكل.